سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أصحاب الفخامة أصحاب المعالي والسعادة ضيوفنا الأفاضل الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باسم حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة يسعدني أن أرحب بكم جميعاً في حفل افتتاح الدورة التاسعة من ملتقى الاستثمار السنوي الذي يعقد تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لقد حقق هذا الملتقى الذي تنظمه وزارة الاقتصاد حضوراً بارزاً على الساحتين الإقليمية والدولية حقق ذلك باعتباره أحد أكبر التجمعات الاستثمارية في العالم ونتشرف اليوم بالمشاركة العالمية الواسعة في هذه الدورة هذا العام والتي تضم وفوداً من أكثر من 140 دولة من مختلف قارات العالم نجتمع هنا لنطلع من خلال هذه المنصة الرائدة على أحدث الاتجاهات في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر فضلاً عن تبادل الخبرات واستكشاف فرص العمل وتوقيع اتفاقيات التعاون والشراكات والنظر إلى المستقبل كما أن تزامن هذه الدورة مع عام التسامح في دولة الإمارات العربية المتحدة هو فرصة إضافية لتأكيد قيمة التسامح وأهميته في تعزيز العمل معاً من أجل الشراكة والتنمية وصناعة المستقبل الحضور الكريم نظرتنا تفاؤلية للمستقبل في ظل النمو الاقتصادي العالمي الذي اختتمناه في عام 2018 بنسبة تجاوزت 3.7% ويقدر صندوق النقد الدولي أن يواصل الاقتصاد العالمي نموه في عام 2019 بقراب تلك النسبة أي بقراب 3.5% وعلى الصعيد الوطني لا تزال دولة الإمارات العربية المتحدة تتبوأ المرتبة الأولى على مستوى المنطقة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التي بلغت قيمتها عام 2018 نحو 10.4 مليار دولار حسب تقديرات المصرف المركزي كما استطاعت دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى مدار 6 سنوات متتالية أن تتصدر دول العالم العربي في مؤشر سهولة الأعمال ويحتفظ صندوق النقد الدولي بتوقعات اقتصادية إيجابية في هذا الصدد حيث يقدر نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.7% خلال العام الجاري إلى ذلك أولت دولة الإمارات العربية المتحدة البنية التحتية والطرق اهتماماً بالغاً انطلاقاً من إدراكها لأهمية هذا القطاع في تعزيز الاستثمار وبفضل ذلك تمكنت من حجز مراكز متقدمة عالمياً في مؤشرات التنافسية العالمية في هذا المجال وكان آخرها حصول الدولة على المركز الثاني بمؤشر الرضا على الشوارع والطرق السريعة التي تشكل إحدى أفضل البنى التحتية عالمياً كما أن دولة الإمارات العربية المتحدة حققت إنجازات متقدمة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص بمشروعات البنية التحتية لوضعها الخطوط العريضة لدعم منظومة الشراكة بين القطاعين وجذب الاستثمار السيدات والسادة يتردد في أروقة الاقتصاد والسياسة والسياسة الدولية أن العولمة في تراجع قد يكون الأمر هو ذلك ولكننا نحن نعتقد أن ذلك لا يعكس المشهد كاملاً
فالعولمة تتقدم ولكن عبر مسارات جديدة. وهنا اخترنا لدورة الملتقى لهذا العام شعار خارطة مستقبل الاستثمار الأجنبي المباشر إثراء الاقتصاد العالمي من خلال العولمة الرقمية. وأود هنا أن أؤكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة تؤمن إيماناً تاماً بأهمية التكنولوجيا كمحفز رئيسي للنمو الاقتصادي، وقد كانت حريصة على مواكبة الاتجاهات الجديدة وتطبيقها في مختلف المجالات التجارية. ونعتقد أن علينا اليوم أن نعمل معاً بصورة جادة لتضييق الفجوة الرقمية التي تحد من قدرة بعض الدول والمجتمعات على الاستفادة من نموذج الاقتصاد الرسمي. وختاماً أود أن أنقل لكم شكر واعتذار معالي الأخ سلطان المنصوري لعدم تمكنه من حضور هذا الملتقى. أشكركم جميعاً على حسن الاستماع، متمنياً لكم أوقاتاً مثمرة وحوارات مفيدة.